كانت دب كسولا محبا للنوم، بينما كان الديك نشيطا محبا للعلم والدراسة. يعمل ليل نهار في البحث والقراءة والتجارب، وكلما صعد الديك على الدرج قاصدا مختبرة في الدور العلوي، كان الدب يصرخ عاليا: لا تصدروا صوتا يزعج نومي. وكلما حاول الديك أن ينصح الدب بأنه يخسر أيام حياته، كان الدب يسخر منه قائلا: أنت من يرهق نفسه ويخسر متعة حياته، وهل هناك أجمل من الراحة والنوم؟ وفي نهاية العام تلقى الديك ردا على مشاركته في مسابقة أبحاث العلوم، جاء فيه أن بحثه هو الفائز، وجاءته دعوة لزيارة مدينة دبي لتكريمه فيها وللحصول على الجائزة. فرح الديك كثيرا، وحين عرف الدب الخبر حسد الديك وتمنى لو كان بإمكانه مرافقته، ولكنه لا يحسن فعل الشيء سوى النوم والشخير.